فقط يعالجون في شارعهم أوضاعا سياسية واجتماعية برؤية حضارية وبكثير من الصدق والتركيز. من الطبيعي أن تتكاثر أو تبرد الأشعار السياسية في الأحداث الهامة والضخمة، وآخر حدث كان الهجوم على غزة. ليس ثمة شاعر أصيل إلا وانبر غضبا احتجاجا ورفضا لهذه الحرب العدوانية الظالمة. نحن واثقون أن من لم يكتب من الشعراء ولظروف معينة فقد غضب واحتج بقلبه ولسانه، ويمكن في أحلامه. في شعر كل أنا مثلا والله ما كتبتش، بس من زعلي قزت نفسي عن الأكل وزدت 4 كيلو جرام. طيب حلو، ما بيعمل شيء. كان حابب يعمل دييت على بال. المهم اتحرك الشعر قزت نفسي عن الأكل. ولا تثريب أن بعض هذه القصائد عن غزة لم تكن بالمستوى المطلوب. مش حاسب الشعراء في الحالة هذه. لم تكن بالمستوى المطلوب فنيا وتقنيا. ليه؟ لأنه في الأحداث المفاجئة والعنيفة لا يسع الشاعر أن يخمر قصيدته أو يجري عليها عملية ما يسمى الهدم والبناء. لكن من شروط الشاعر السياسي أن يمتلك خاصية الإثارة والتأثير كي يتفاعل مع الجمهور، وإلا سيفقد هذا الشعر الكثير من مزاياه المحررة والمقنعة. هي أخر ورقة. أعتقد أن الشاعر السياسي ليس فقط من ينتظر حدثا كي يكتب شعرا، بس يسمع طقطقة الفزن ينتشر قلبه. يعني بنات بينته في شعراء كثير ما بيصدقوا وتولى عشان هو بيكتب. خليها مزحة. كان سارتر يقول للأديب أنت مسؤول حتى عن الجرائم التي لم تقع، أو بهذا المعنى. وهذا يعني فيما يعني أن الشاعر تقع عليه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع. على الشاعر أن يحلل، يتأمل، يستنتج، أن يقيس نبض الزمن الآت، أن يستبق الأحداث، أن يفترض، يتكهن، يتنبأ، أن يحذر مما قد يحصل ضد الإنسانية في الزمن القريب أو البعيد. قد يصدق وقد لا يصدق، لكنه قادر على تكوين هذا السياق. أخيرا أشكر جمعية لسان، أشكر موقع سبيل، أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للناقد نور عامر. ومسك الختام بين الأساتذة، ناقد نشيط في الندوات الأدبية والمهرجانات والاجتماعات الثقافية، وله اطلاع واسع على كل ما يصدر من مجموعات شعرية في بلادنا، وكثيرا ما يتناول هذه الإصدارات في مقالاته النقدية. إنه الدكتور بطرس دلي ابن قرياسي. أدعوه لإلقاء مداخلة حول تأثير السياسة على شعرائنا المحليين. دكتور اسمح لي، لأنك تأخرت سنطلب منك أن تختصر. أظن يحق لنا ذلك. إخوتي على المنصة، أيها الجمهور الكريم، أسعد الله مساءكم. أولاً أنا أعتذر عن التأخر، كنت في مؤتمر كبير في الناصرة وكنت عارف أن هذا المؤتمر ولم أستطع التخلص إلا بعد إنهاء أبحاث هذا المؤتمر. وكما وعدت الأستاذ وأعدكم أيضا أن أختصر قدر المستطاع، كم كان بودي أن أستمع إلى زملائي
المتحدثين الذين سبقوني، ولكن هذه هي الظروف. الشاب السياسي أيها الأحبة، وذلك الشاب الذي يهتم بقضايا الناس وتطلعاته ويصور الأحداث الوطنية والقومية الكبرى ويعيش الهموم الإنسانية ويواكب الأحداث السياسية الكبرى التي تهز العالم كله والعالم العربي بشكل خاص. هذا الشاب له أسس جمالية خاصة به، وله مقومات يعتمد الشاعر في بنائه الشعري، وهي مجموعة من الأدوات الفنية التي يستعين بها من أجل تحقيق المجال الفني للشعر. الشاعر العاشق لوطنه ولقومه يتغنى بحب الوطن والبيئة التي يعيش فيها، وقد يعيش بعيدا عنها عندئذ سوف يقتل الحنين مصطفيا إلى مربع الوطن الذي ربى فيه ونشأ منذ صغره وأصبح بعيدا عنه. الملاحقة أحيانا تحول الإنسان لاعتياده إلى مناضل سياسي حتى ولو لم يكن يفكر في السياسة، وتقلبه إلى بطل قوم. ولو كان لديه إمكانية للكتابة لتحول إلى شاعر سياسي. بالنسبة لقضية فلسطين، لم يظهر شاعر كتب بيتين من الشعر إلا تحدث عن القضية، لأن هذه إحساسنا طبيعي كفلسطينيين وكمحليين هناك. والشاعر المحلي دائما يتحدث عن جمال وطنه، عن ربوعه، بلاده، بنيانه، آخره، وعن مواقفه وموقعه في العالم كله. أريد أن أختصر، أقول محمود درويش مثلا، سمعت الأستاذ نور يتحدث عنه، بعث لقصيدة إلى صديقه سمير القاسم علوك فيها: أغمدت في لحم الظلام هزيمتي، وغرست في شعر الشموس أناملي، والفاتحون على سطوح منازلي لن يفتحوا إلا وعود زلازلي، فإذا اخترقت على صليب عبادتي أصبحت قديسا بزي مقاتلي. هذا نوع خاص من الشيء الجميل الذي لا نستطيع أن نستوعبه إلا أن يرتعش قلبنا. الكلام جميل أن يقرأ، هو نوع من الرقص، عندما نستمع إليه ترقص قلوبنا طربا وتبتهج فرحا. ولذلك والشعر هو أجمل الكلام. قيل وقعت الصناعة على أيدي أهل الصين وعلى فكر اليونان وعلى لسان العرب. نحن إذا لغتنا العربية لها ميزة خاصة وشعرنا له ميزة خاصة في العالم كله. يقال أنه إذا وجدنا في عمارة 10 طبقات إحدى الغرف منارة بعد الساعة 12 ليلة، ودقينا الباب وسألنا من سنجد حسب رأيك هناك؟ واحد من اثنين: إما مجموعة شباب يابانيين يبحثون في مشروع لليوم التالي، أو شباب فلسطينيين يبحثون في السياسة. السياسة الكل تتحدث، والشاب السياسي أمر وطبيعة الحال الكل يستطيع أن يردد، لأن الشاب السياسي في الغالب هو مهرجاني أكثر ومقبول على الجمهور أكثر، والإيقاع أحيانا يكسب الكلمة رونعا وجمالا خاصين. هناك عدة أنواع من الشعر السياسي. بسرعة أقول: أولا الشعر التحرر الذي يدعو إلى تحرر الوطن. اثنين: الشعر الوطن في وصف الوطن. ثلاثة: شعر الحماسة في وصف بطولات الأبطال والشهداء الذين ضحوا لأجل الحرية. الشعر قصص يروي قصة بطولة شعر، وهذه تتحول في بعض إلى ما يسمى قصة الملحمة. ملاحمة هي قصة بطولة وشعر. كذلك الشعر التنظيري مع هذه معاهدة أوسلو ولا ضد معاهدة أوسلو وغيرها. كذلك شعر المقاومة، الاحتلال، الاستعمار السليمي، وشعر ونقد القيادات العربية. هذا صار زاوية متخصصة لدى شعرائنا، لم يبقى شاعر إلا وانتقد قياداتنا، إلا شاعر واحد أعجبه أحد القادة وهو صديقنا وزميلنا الأستاذ يحيى عبد الله عندما كتب قصيدة